Today we are with our family. 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 بعدين بيقول العيلة بتاعتهم دي فيها ايه؟ فيها اولاد عم ايه كتير. We have lots of cousins. احنا عندنا ايه؟ اولاد عم ايه؟ كتار. We have lots of cousins. 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 Amir عنده قد ايه؟ Amir عنده 13. Amir is 13. Amir is 13. Amir is 13. He is a teenager. هو مراهق. مراهق يعني ايه مراهق؟ يعني سنه من 13 ل 19 سنة. He is a teenager. He is a teenager. He is a teenager. هو بيعمل ايه؟ هو بيساعد. He is helping his brother Adam. هو بيساعد ايه؟ اخوه ايه؟ Adam. He is helping his brother 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 Adam. طيب Adam بيعمل ايه؟ Adam هيساعده في ايه؟ Adam is building a tower. قاعد بيبني ايه؟ قاعد بيبني برج. Tower يعني برج. برج صغير يعني. He is building a tower. مش عارف يعني بيبني ازاي. المهم مش الصورة مش مبينة لان الصورة اللي احنا صورناها مش حلوة يعني. Adam is building a tower. Adam is building a tower. Adam is building a tower. بيبني ايه؟ بيبني tower برج. وبعدين بيوصف آدم إن هو that is a good boy. إن هو ولد كويس خالص. That is a good boy. 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 My nephew بقى طارق is a baby. تمام؟ طارق يعني إيه نفسي؟ فندم؟ يعني إيه نفسي؟ nephew. دلوقتي الأخ لو أنا ليه أخ واخويا ده عنده اولاد فالاولاد بتوعه لو ولد هيبقى نفيو لو بنت هيبقى نيس يعني ده هيبقى النفيو ده هيبقى ابن اخويا كويس يبقى يعني ابن الاخ ماي نفيو يعني ابن الاخ او 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 ابن الاخت يعني تمام ماي نفيو طارق ده بيبي is a baby. My nephew Tarek is a baby. My nephew Tarek is a baby. My sister, أختي, my sister is holding him. My sister is holding him. My sister is holding him. نعم. مسكاه يعني مسكاه. My sister is holding him. My sister is holding him. My sister is holding him. وبعدين ايه look at my niece. بص على ايه بنت اخويا بقى النيس اللي هي بنت ايه بنت الاخ بنت الاخ look at my niece. Look at my niece لما she is learning to walk. هي بتتعلم الايه تتعلم المشي. She is learning to walk. 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 She is learning تتعلم to walk إنها إيه؟ إنها تمشي. تمام؟ وبعدين بقى بعد كده جايب لي إيه حاجة اسمها life stages مراحل الحياة. تمام؟ فهنعرف إن life stages دي المراحل بتاعة الحياة ريس افتح يا ريس جهاز احواله صعبه خالص
استنى ال 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 هنعرف ان في حاجة اسمها اللايف ستيجز اللي هي مراحل الحياة، كويس؟ يعني ايه؟ يعني الولد اول ما بيتولد بيبقى اسمه ايه، وبعد كده بيبقى اسمه ايه، ولما بيكبر وبيعجز بيبقى اسمه ايه، وهكذا. كمان انا خدتها في الكورس. خدتيها في المدرسة؟ انت بتروحي المدرسة؟ تروحي المدرسة؟ لا هو انا كنت بلعب في طب الاول تمام. اول حاجة في اللايف ستيج، اول مرحلة، اللايف ان ستيج. انا ابقى ايه؟ ابقى بيبي، ده الطفل الرضيع اللي هو بيرضع الصغنون خالص، اللي هو ما يعرفش يمشي. انت بتبص على ايه بس؟ ممكن نبص هنا؟ ده مش موجود هنا كده، ده مش موجود هنا كده، ممكن نبص هنا. هو اول حاجة ايه؟ هو اول حاجة ان هو بيبقى ايه؟ بيبقى بيبي، كويس؟ بعد كده بيبقى ليه البيبي ده؟ كده شاب. البيبي ده يكبر سنة صغيرة فيقدر يمشي، بيبقى كويس؟ لو قدر يمشي فهيبقى اسمه تودلر. طبنا. تودلر ده طفل، بس طفل صغنون، طفل صغنون، تمام؟ هيبقى اسمه تودلر. التودلر ده لو كبر سنة كمان هيبقى ايه؟ children لا، هيبقى تشايلد، هيبقى تشايلد، بدي اللي كانت هيبقى قصدي. طفل بقى، مش طفل صغير، هيبقى طفل، تمام؟ طيب يعني زيكم كده، انتوا انت كده تشايلد، انت كده تشايلد، تمام؟ التشايلد ده لو كبر كمان شوية فهيبقى ايه؟ هيبقى اللي هو من تلت، فاكرين من 13 ل 19 ده اللي هو كان اسمه تينيجر، اللي هو المراهق. التينيجر ده من 13 ل 19، وبعدين بعد كده التينيجر ده لو كبر سنة كمان فهيبقى ادلت، والادلت ده يعني هو شاب. الانسان البالغ، الشاب البالغ يعني فوق ال 19 بقى، ها؟ راجل بقى، هيبقى راجل او ست يعني، ها؟ طيب الادلت ده لما يقعد يكبر 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 فهيبقى ايه؟ هيعجز طبعا، هيعجز. لما هيعجز فهيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه elderly person. elderly person، يعني عجوز. راجل عجوز. راجل عجوز هيبقى elderly person. elderly person، elderly person، elderly person، تمام؟ تعالوا بقى ايه نشوف الايه مراحل الحياة كده، نشوف انتوا هتفتكروها ولا لا. ده هيبقى ايه؟ طب ده adult، ده adult. طب ده baby، ده baby. طب ده child، ده child، ده child. الله. طب لو ده تشايلد فهيبقى ده الأصغر منه، اللي هو كان اسمه ايه؟ كان اسمه تودلر. تودلر، 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 يبقى تودلر، أدلت، بيبي، بيبي، تشايلد، تشايلد. ده الراجل العجوز اللي هو ال elderly person. انت مش عايز تبص هنا بس، ببص هنا في ايه بس؟ مش دول مش مكتوبين هنا، مش مكتوبين هنا خالص. ده هيبقى elderly person، elderly person، elderly person، elderly person، تمام؟ ده هيبقى ايه؟ ده teenager، المراهق، اللي هو كان من 13 من 13 ل 19. تينيجر، 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 تمام؟ تودلر، تودلر،
Adult. Baby. Child. Elderly person. Adult. Toddler. Baby. خلي بالكو ان انا ملخبط الصور عن عمد، انا مش عاملهم بالترتيب زي ما شرحتهم لك. ده عن عمد انا عامل كده. ده البيبي. طب ده child. طب وده elderly person. طب وده teenager. حلو، جميل جدا. Toddler. Adult. Baby. Child. Elderly person. Teenager. طيب جميل جدا. بصي اهي دي القطعة، دي دول بيقول لي ايه، ان التوينز دول ده هو التوائم دول، يعني اتنين شبه بعض، يعني مش شرط يبقى التوينز شبه بعض. التوينز الفكرة في التوينز ان هما يبقوا مولودين مع بعض. تمام. فهو بيقول لي في البداية خالص خلي بالك ان التوينز دولت ار سيبلينجز. يعني ايه سيبلينج؟ يعني اخ او اخت. ممكن يطلعوا اخ واخت، ما انا ده اللي قلته، وممكن يطلعوا مش شبه بعض. كويس. اختهم شبه بعض، ومع ذلك فهم اسمهم توينز. ايه السبب في كده؟ ان هم اتولدوا مع بعض. تمام. في بطن واحده، يعني اتولدوا مع بعض. خلاص. فهو بيقول لي ايه، ان التوينز دولت ار توينز ار سيبلينجز. ايه بقى؟ بصوا اهو، ده الشرط ان هما who are born at the same time، مولودين في نفس الوقت. who are born at the same time. وبعدين بيقول لي ان هما they can be identical، هما ممكن يبقوا identical or non-identical. They can be identical or non-identical. They can be identical يعني شبه بعض بالظبط. كويس. شبه بعض زي حسام حسن وابراهيم حسن كده. ما نعرفش مين حسام ومين ابراهيم. دول الايدنتيكال. They can be identical or non-identical، او ما يبقوش شبه بعض خالص. تمام. بيبقوا توأم بالظبط، يعني
ما هم دول اللي هم الايدنتيكال المتماثلين او المتطابقين، او ان هم بيبقوا نون ايدنتيكال مش شبه بعض اصلا بس مولودين مع بعض. وبعدين بيقول لي ان الايدنتيكال دول means they are exactly the same، من شبه بعض بالضبط، identical exactly the same. Identical means that they are exactly the same. They look the same، هم شكلهم بيبقوا شكل بعض بس كده. لا، ده الموضوع بيبقى اكتر من كده. And their bodies work، جسمهم بيعمل. Work and their bodies work، جسمهم بيعمل. And grow، وجسمهم بينمو. In the same way، يعني حتى بعد ما بيكبروا ويبدأ الجسم بتاع كل واحد فيهم ينمو، إيه اللي يحصل؟ يطلعوا في الآخر لما يبقوا شباب يبقوا طول بعض ويبقى جسمهم زي بعض في التخن يعني. يعني ما يبقاش واحد تخين كده وواحد رفيع، لا، يعني اما الجينات بتاعتهم زي بعض بالظبط، نفس الحجم والوزن وكل حاجه بيبقوا زي بعض. هما فعلا كده. مثلا ابراهيم حسن وحسام حسن دول هما قد بعض بالظبط في الطول وفي العرض، وحتى القرعه بتاعتهم زي بعض بالظبط، هما زي بعض، صح؟ طيب، متهيألي في فيلم كنت بتفرج عليه كان في حسن وحسنين، اللي هو ولا تعرف حسن ولا تعرف حسنين. بالظبط. وبعدين بقى بيقول لي اللي هم بيبقوا ايدنتيكال، ده السؤال بقى بتاعك يا رما، ان الايدنتيكال دول ايدنتيكال توينز ار اولويز تو سيسترز، دايما بيبقوا اخين، اور تو براذرز، او ايه، او اختين، او اختين، يعني ما يبقوش اخ واخت، امال هيبقوا شبه بعض ازاي؟ لا، ده هيبقوا شبه بعض، يبقوا اخين زي بعض، اختين زي بعض. Identical twins are always، لازم دايما يبقوا two sisters or two brothers. يس، عشان يا اما يبقوا شبه، يا اما يبقوا شبه بعض sisters or brother، يا اما يبقوا مش شبه بعض بس boy وgirl. وبيقول لي بقى ان النون ايدنتيكال دول ممكن كده او كده، ممكن يبقوا شبه بعض وممكن ما يبقوا شبه بعض خالص. نون ايدنتيكال توينز كان بي سيميلر تو ايتش اذر، نون ايدنتيكال توينز كان بي سيميلر تو ايتش اذر، نون ايدنتيكال توينز كان بي سيميلر تو ايتش اذر، او دي كان بي فيري ديفرنت، او يبقوا ايه، او ان هم يبقوا مختلفين، or they can be different، or they can be different، او يبقوا مختلفين خالص. They can be two brothers، ممكن يبقوا اخين، ممكن يبقوا two sisters، or a sister and a brother، او يبقوا اخ وايه واخت. They can be two brothers or اخين، two sisters or sister and a brother، or a sister and a brother. دول سيبلينج برضو، ده بيتحسب ان هو سيبلينج، صح؟ السيبلينج هو الايه، البرادر اور سيستر، تمام. وبعدين بيقول لي sometimes they look like each other، ما احيانا بيبقوا شبههم، شكلهم زي بعض. Sometimes they look like each other، 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 and sometimes they don't، وساعات واحيانا تانية ما بيبقوش ايه، ما بيبقوش شبه بعض، and sometimes they don't. كمان ايه بقى ممكن يحصل، ان sometimes people can be triplets، sometimes people can be triplets، sometimes people can be triplets. يعني ايه triplet؟ يعني three siblings، ثلاثة مع مولودين مع بعض. ثلاثة مش شرط يبقوا اثنين. مش شرط يبقوا اثنين، مش شرط يبقوا اي اثنين.
Sometimes people can be triplets, يعني three siblings. Or even quadruplets. أو إن هم يبقوا أربع إيه؟ أربع إخوات مع بعض. تمام؟ Or even quadruplets. That's four. يعني يبقوا أربع. That's four. تمام؟ That's four. أربعة. بعدين بيقول لي إيه؟ إن التوينز إن التوينز دول twins often think and behave in similar ways. Twins often think and behave in similar ways. Twins often think and behave in similar ways. تمام؟ وبعدين بيقول لي ايه ان التوينز often think and behave in similar ways. تمام؟ Twins often think and behave in similar ways. Twins often think and behave in similar ways. التوينز دولت بيفكروا وبيتصرفوا in similar ways بطرق ايه بطرق متشابهة. تمام؟